قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى صبيحي إن بيانات الضمان الاجتماعي تشير إلى وقوع حادث عمل كل 39 دقيقة في الأردن خلال عام 2016، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين، لا سيما وأن نسبة كبيرة من الإصابات حدثت بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل انخراطه في سوق العمل ومزاولته لمهنته. نحن في مؤسسة الضمان الاجتماعي ونعتقد أننا نمتلك أكبر قاعدة بيانات تتعلق بحوادث وإصابات العمل في المملكة، لأن الأصل أن تكون كل المنشآت في كل القطاعات الاقتصادية خاضعة للضمان الاجتماعي، وأن تقوم بإشراك العاملين لديها بالضمان الاجتماعي، وأيضا من مسؤولياتها أن تقوم بإبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي عن كل حادث عمل يتعرض له أي عامل يعمل لدى أي من هذه المنشآت في كل القطاعات الاقتصادية الموجودة. لذلك نزعم أننا نمتلك أكبر قاعدة بيانات في هذا الجانب، وهنالك جهد كبير تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة، وقد وجدت هذه الإدارة كدليل على اهتمام مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الجانب الحيوي المهم الذي نعتقد أنه لم يحظى باهتمام كبير من المؤسسات المعنية المختلفة في كل القطاعات في المملكة. لا نزال في مؤسسة الضمان الاجتماعي ننظر إلى موضوعات السلامة والصحة المهنية باهتمام وأيضا بقلق، لأن حوادث العمل التي تسجل من عام إلى آخر تؤشر إلى أن الاهتمام بأمور السلامة والصحة المهنية ليس بالمستوى المنشود، وأن هنالك جهودا كبيرة يجب أن تبذل وأن تنظم هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وأن يكون هنالك مسؤوليات محددة على كل الأطراف في القطاعين العام والخاص من أجل أن نحد من إصابات وحوادث العمل المنتشرة في كل القطاعات الاقتصادية وتحديدا في مؤسسات القطاع الخاص. لكننا وقد وضعنا خطتنا الاستراتيجية في المؤسسة للأعوام من 2017 حتى 2019، آلينا على أنفسنا أن نولي مزيدا من الاهتمام بهذا الجانب. لذلك ستسهم المؤسسة عبر سنوات تنفيذ هذه الاستراتيجية بتأهيل المنشآت ومشرفي السلامة والصحة المهنية في هذه المنشآت، سنسهم في ذلك، لا نزعم أننا سوف نعمل على تأهيل كل هذه المنشآت، لكننا سنسهم في تأهيلها من خلال أيضا الإدارة المختصة، وهذا زميلي السيد فراس شطاوي إلى جانبي وهو مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية المختص في هذا الجانب. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لعرض التقرير التحليلي لإصابات العمل الذي أصدرته إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة بعد دراسة أجرتها حول إصابات العمل المسجلة في الضمان خلال عام 2016 أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضرا في وسائل الإعلام وموضع اهتمامها الدائم لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كافة متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كافة متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها وصولا إلى نتيجة الصفر من حوادث العمل. واستعرض صبيحي بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعام 2016 التي خلصت إلى انخفاض عدد حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة في عام 2016 والتي بلغت 13,345 حادثا وبنسبة انخفاض مقدارها 8.3% عن عام 2015. مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة فراس شطناوي أشار أن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ 8,847 إصابة في عام 2016، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين 2,228 إصابة للعام ذاته، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين 16.4 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني في عام 2016.